إلى شباب الأمة: يا نشء أنت رجاؤنا، وبك الصباح قد اقترب، خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوب ولا تهب، هذا نظام حياتنا بالنور خط وباللهب، حتى يعود لشعبنا من مجدهم ما قد ذهب، فإذا هلكت فصيحتي تحيا الجزائر والعرب. يا شباب الأمة، ننتظر خيركم، ننتظر أحبة رسول الله منكم أن تبذلوا جهدا كبيرا، إنها أمانة. الأمم لا تنهض إلا بشبابها، الأمم لا تنهض إلا بشبابها. هذا البلد إذا أردتم أن تنهض، البركة ريفيكم بإذن الله عز وجل، أنتم الخير منتظر منكم. يا معشر الشباب، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد، بلدنا بلد خير. آن الأوان أن نعمل يا أحبة رسول الله، ولكن بالعمل يأتي كل شيء. بقدر العنا تنال المنى، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. ودائما نقول: هذا البلد ما عقرت، فيها العلماء والعالمات، فيها المهندسين والمهندسات، فيها الأطباء والطبيبات، فيها أحبة رسول الله المعلمين والمعلمات، فيها المهندسين، فيها كل شيء. نحتاج إلى أن نتكاثف، نحتاج إلى أن نتعاون، نحتاج إلى أن نحب هذا البلد يا أحبة رسول الله. لن يأتي أحد ليعمر لك في بلدك، بلدك تعمره أنت بعملك. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كونوا كما كان آباؤنا وسلفنا عندما قالوا للعدو: سبحنا على لجج من دمانا، وللنصر رحنا، نسوق السفينة وثرنا، نفجر نارا ونورا، ونصنع من صلبنا الثائرين. هذا بلد الشهداء. نحتاج منكم أن تكونوا رجالا كما كان آباؤكم وسلفكم الصالح وأجدادكم. نرجو ذلك، وما ذلك على الله بعزيز. يا نشء، هذا العالم الكبير عبد الحميد بن باديس يناشد فيكم نخوتكم، يقول: يا نشء أنت رجاؤنا، وبك الصباح قد اقترب، خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوب ولا تهب، هذا نظام حياتنا بالنور خط وباللهب، حتى يعود لشعبنا من مجدهم ما قد ذهب، فإذا هلكت فصيحتي تحيا الجزائر والعرب. أحبة رسول الله، ما العيد إلا أن نعود لديننا. العيد الحقيقي ما هو يا أحبة رسول الله؟ ما العيد إلا أن نعود لديننا حتى يعود نعيمنا المفقود؟ ما العيد إلا أن يرى قرآننا بين الأنام لواؤه معقود؟ ما العيد إلا أن نكون أمة فيها محمد لا سواه عميد؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كونوا دعاة للفضيلة واعلموا أن الرسول عليكم لشهيد. اسمعوا هذه الكلمات الطيبات يا أحبة رسول الله. ما العيد إلا أن نعود لديننا حتى يعود نعيمنا المفقود. ما العيد إلا أن يرى قرآننا بين الألام لواؤه معقود. ما العيد إلا أن نكون أمة فيها محمد لا سواه عميد. كونوا دعاة للفضيلة واعلموا أن الرسول عليكم لشهيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.